ذكرت في آخر مداخلة إن هي كانت تشتغل في وزارة العمل وتلاحظ اللي يجون عندهم أعمال وهمية يبيعون بطاقاتهم. هاي كم من كم سنة؟ لربما من 10 أو 15 سنة. لما أصدرت البحرين نظام التأمين ضد التعطل وأعطت كل عاطل عن العمل 200 دينار، ووفرت برامج تدريبية مجزية بمكافآت عالية، انتهت هذه الظاهرة إلى حد كبير. ما أصبح عندنا واحد يبيع بطاقته ب100 دينار أو 50 دينار وهو يستطيع يحصل على حوافز من الدولة بأضعاف هذا المبلغ. ومثل ما قلت للأخت مريم، يعني ترى وارد أن حالات تشوفيها فردية، لكن إجمالا الدولة بمساعدة طبعا النواب حين ذاك استطاعت أن تضع حلول لهذه الظاهرة، وإحنا أعتقد أن حققنا فيها تقدم كبير.